يا موي انا ما عندي رح اعمل بالون كبير. ثابت لازم اكل واحد عشان اعمل بالون. لا لا مو صغير، لا تاكل كمان واحد. مش ثابت معي، مش ثابت. هلا ثابت تم كثير، بتصير تم علكه. الحمد لله. شو اخبارك؟ شو عاملين؟ الحمد لله. يلا نقعد على الكراسي نحكي مع بعض. مرحبا. يلا كيفكم؟ الحمد لله كيفك يا عم طيب؟ الحمد لله تمام. انتوا وين كانين؟ بدور عليكم من الصبح عشان العب معكم. كنا مشغولين مع ماما بتعمل لنا كعكه. جد بتعمل لكم كعكه؟ اه كعكه كبيره؟ لا يعني صغيره. يعني قديش؟ كفينا. بس بدك ببعث لك قطعه. ابعثي لي عشان بحب الكعكه كمان. يلا نروح نلعب؟ يلا يلا. عم تغير بس مش عارفه. مالي مش عارفه. تعالى امك زقوني 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 كمان كمان. مش ثابت. مش عارفه اقوم. شو عم يصير؟ شو في؟ نسيت اني اكلت العلكة وحطيتها على الكرسي وقعدت عليها. يا عم طيب في حدا غيرك بيجي وقعد عليه وبلزق وبصير مع نفس الاشي؟ طيب شو عم طيب من مرة تاني مرة تعمل هذا الحكي؟ طيب ساعديني شموس ساعديني. شيلها حمادة ساعدني. شيلها 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 حمادة عشان اقوم. شيلها. شكرا 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 شكرا. يلا نروح نلعب. بس يا عم طيب ما بظن انت ما تعمل هيك. في حدا غيرك بيجي وبقعد عليها وبصير معه نفس الاشي. يا طب شو اعمل بالعكل لما اخلصها؟ لازم تحطها باي سلة مهملات وتحطها وخلص عادي. خلص تحطها بسلة مهملات. اه وانت يا عم الطيب وانتوا يا اصدقاء ما تعملوا زي عم الطيب، لازم تحطوا العلكة بسلة المهملات. باي. اجاكم عم الطيب. طيب طيب طيب. مين بيحب عم الطيب؟ لمشاهدة جديد عم الطيب تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد. المبسوط يلا يقول من حبك يا عم الطيب.